والله يخليه لينا كاع ما يعطينا. حيت هو هو والله راه زرب البلاد والله الا تحيد زرب الفيرما كتكون الحلقه. الحاج يعني شنا كدير مائدة الرحمن يعني القلب الكبير يعني كما شنا هاد لوطيل ديالك راب كنتي فيه نهار راكيش وقعت الواقعه؟ انا ولادي كلهم كنتو فيه؟ ما توفى الحمد لله كلشي الحمد لله باقي حي. واحد نبلي شي واحد والاخر ها هو كيتيب في هذاك يعني كلهم الحمد لله بقاو حيين. الحمد لله يعني الحمد لله بقى حيين حتى حاجه ما وقعت. يعني شنو رسالتك للمغاربه؟ يعني شنا كدير مائدة الرحمن؟ المغاربه هادشي اللي شفت فيهم ما تنيت فيهم هادشي اللي شفت ماشي عطاني شي حاجه ولا شي حاجه. الكرامة هادشي اللي شفت فيهم جاي من طنجة جاي من الصحراء جاي من القويرة جاي من جميع المناطق العربية. واخا الانسان ما جايب والو ولكن فيه روح الوطنية فيه باش يشوف باش يعرف راه الانسان اللي عارف لا ما كاين مشكل. وكنشكر السلطة المحلية وكنشكر سيدنا الله ينصرو كلشي كلشي يا كلشي يعني الناس يعني جميع المغاربة ضامنوا يعني ضامنوا مع السكينة يعني من طنجة حتى القويرة كنشكرهم الشكر الجزيل. شكرا بزاف وكنشكركم حتى نتوما. اش من في صوت العداله؟ صوت العداله يعني في جهه البلاصه بالضبط باش نوضحوا هنا. تيجي انت تيجي مقهات السونسات مقهات الشمس تيجي انت مقهات الشمس فوق اي مدرس يعني كاينه الطريق صعيبه هنايا بنادم كيريسكي وكيجي الحمد لله الطريق الحمد لله بكري كيجي كنطلب من المسؤولين يديروا لنا شي حل طريق لهاد الناس يعني جميع الدور يعني كلشي على عينيكم كلاو العصا كما كنقولوا يعني كلشي تريبو يعني ما بغيتش نعاود لكم يعني كلشي شفتوه بعينكم يعني ما خافي عليكم حتى حاجه وكنشكركم يعني على هادشي اللي جبتوا يعني ديال الله عادي هادشي هادي واجب مرحبا الله يجازيكم بخير فهمتيني يعني كنشكر جميع المغاربه شكرا شكرا الله يكبر بك وكنحيو الدرك الملكي وكنحيو الوقايه المدنيه رجال البلاد رجال الامن وكنشكرهم الشكر الجزيل جزاك الله خيرا شكرا شكرا.